البورصة تحاول التعافي وسط أجواء إيجابية بدعم من الهدنة الإنسانية التي كان لها أثر إيجابي نحو زيادة السيولة عند التداول، فشهدت عدة قطاعات ارتفاعا من بينها قطاع الخدمات المالية. إلى التفاصيل. شهدت بورصة الكويت الأسبوع الماضي جلسات تداول إيجابية بدعم من الهدنة الإنسانية التي كان لها أثر إيجابي على السيولة، لتستقر البورصة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء. الهدوء كان مسيطر على معظم جلسات الأسبوع، لكن مؤشري السوق الأول والعام تمكنوا من الإغلاق في المنطقة الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي. المكاسب كانت 0.2 وفاصلة 3 على التوالي. لا يزال السوق يلقى دعم من نتائج الإيجابية للشركات والبنوك المدرجة، أيضا ارتفاع أسعار النفط ومحافظته على مستويات جيدة. أيضا هناك حديث عن البدء بتخفيض أسعار الفائدة في المرحلة في العام القادم، وهذا قد يدعم الأسواق في الفترة القادمة. سجلت البورصة تداولات نهاية الأسبوع بقيمة بلغت نحو 51 مليون دينار، وزعت على 224 سهما بتنفيذ حوالي 11,000 صفقة. تطلعات 2024 إيجابية، ومؤخرا يدعمها سببين أو إعلانين. الأول هو أسعار التضخم ثابتة، العالمية ثابتة. اثنين، إدراج 3 شركات كويتية في مؤشر MSCI الخليجي للشركات الصغيرة، وهذا بالتالي يزيد من السيولة والتدفقات المالية وثقة المستثمرين في السوق. ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية، بينما تراجعت 4 قطاعات يتصدرها قطاع السلع الاستهلاكية. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.